اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بتنادي وبتقول انا صحيه، والاكل الصحي مع المغازي له طعم تاني. النهارده مع بعض الاكلات بتاعتنا بسيطه وسهله من المطبخ المصري من المطبخ العربي، هي في متناول الجميع، ولكن بنعيد هيكلتها وبنقدر ان احنا نحطها قدام عينينا كده ونعمل عمليه فلتره للمواد الدهنية اللي بنستخدمها في كل طبق، زي مثلا النهاردة الفريك ما يحب الشريك، ولكن مع صدور الفراخ هنعمل طاجن الفريك النهاردة لطيف وجميل وياخد الفليفر والطعم من بين أصابع إيدك العشرة. معنا فريك أخضر لطيف وحلو، ومعنا صدور الفراخ في متناول الجميع. معايا شوربة النهاردة لطيفة جدا، شوربة الرز أو شوربة اللبنية بالرز والنعناع. الرز المصري عموما يعني هو متهم جدا أو دايما متهم بأن هو نشوياته بتتخن، فتعالوا نعرف ايه النشويات بتاعه الرز. غنيه بالكربوهيدرات، بالنشويات بتاعته، بيساعد طبعا على تكوين والجسمان للاطفال الصغيرين والرياضيين بالذات، مفيد جدا للجهاز الهضمي. انا شخصيا بحبه، ما بيعملليش اي مشاكل خالص في الهضم، وفي نفس الوقت كمان اللي عنده مشاكل مع الاسهال بياكل رز مصري بريء بيحط السمنه. فاحنا دايما بنعمل اللي بنسقع الرز، يعني نعمله بالسمنه البلدي، بنحط له قشطه، نعمل رز معمر بالسمنه والقشطه. لا، الرز المصري ما فيش منه مشاكل خالص. هنعمله شوربه النهارده مع الزبادي. الزبادي بتشتريه من اي سوبر ماركت قليل الدسم مع نعناع، ومش عارفين كلنا النعناع طبعا بيقفل النفس اصلا عن الاكل، ولكن له قيمه غذائيه عاليه جدا ان هو بيهدي المعده وبيهدي الجهاز العصبي. تعالوا مع بعض النهارده البروكلي. هنعمل النهارده البروكلي بصلصه اللوز. كلنا عارفين اللوز وعين الجمل الاثنين مع بعض في مركب واحد بيعلوا الحاله المزاجيه شويه. فانا هعمل صلصه النهارده صلصه الجوز مع البروكلي، وهنقدمه ازاي لحضراتكم بما ان البروكلي دايما محطوط في قائمه صانع البهجه والسعاده لكل مراه بتحب تعمل رجيم. الفراوله النهارده هعملها كرامبل. معانا مشكله كمان مع الفراوله، انا شخصيا مش بحب اكلها لان فيها شويه مزازه، فانا هعملها النهارده كرامبل. يعني لسه واكلها امبارح كده حاجه لطيفه كومبو، يا عامله زي التفاح او الكمثرى لما بنعملها مسلوقه في محلول سكري، وخدت عصره ليمون، كلت طبق قد كده لوحدي، ما حسيتش ان انا كلت كيلو فراوله، انما لو هي قدامي عينيا كده بالكتير خالص هاكل نص واحده. فانا مش عايز اطول على حضراتكم لان النهارده حلقتي فيها معلومه غير معلومه، والاكل صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وانت بايدك تقدر تصنعي كل حاجه في مطبخك طالما بتحب المطبخ، لان دايما المطبخ هو صانع البهجه والسعاده لكل اسره البيت ولكل العائله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. نعمين يا فندم، امر. طيب تمام، تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل صلصه الجوز اللي هي عين الجمل للبروكلي بتاعنا اللطيف. ناخد المقادير على الشاشه والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، بساطة سهولة مرونة. بروكلي، عين جمل، مية بتغلي على النار، فيها ذرة من الملح، فيها عصرة ليمون علشان البروكلي هسلقه فيها. عينية زي الفل يا عم الشيف. شوية الملح التمام زي الفل. البروكلي هنا خلاص جاهز زي الفل، والشوربة بتاعتي خلاص، الأكلتين دول هيطلعوا مع بعض. الخضار ده جاي منين يا مغازي؟ ميه بتغلي على النار، فيها سلايز ليمون لقتل الجراثيم الصغيره، مع شويه ملح، وحط بروكلي اسلقيه بقلب جامد، حط فاصوليا خضراء اسلقيها بقلب جامد هتطلع معاك لونها اخضر، حط سبانخ اسلقيها بقلب جامد هيطلع لونها اخضر، وهكذا. لسلق الخضروات اللي هي لونها اخضر زي البروكلي او السبانخ او الفاصوليا الخضراء، الحاجات دي كلها لازم تكون الميه فيها شويه ملح مع سلايز من الليمون. حلوه دي جاهزه كده، هنخليها هنا تتقدم كده صانع البهجه والسعاده في المطبخ. تعالوا نعمل صلصه الجوز مع بعض. معانا عين جمل مطحونه زي الفل، وانا خلصت الحمد لله. معانا طاسه على النار، معلقه دقيق. ايه الماده الدهنيه تستخدمها يا عم الشيف؟ للامانه هستخدم حاجتين بس عشان ما ابقاش انا واضح وصريح معاكم في الحته دي بالذات. معلقه زيت صغيره ومعلقه زبده. الصلصه دي حلوه قوي، وهنزل بالمضرب كده شويه دقيق. بعمل وايت صوص كده خفيف يعني. ايه الحمار والجمال ده؟ وانزل بالجوز او لوز
يا مزاجك اللوز. وحمص اللوز مع الدقيق. الصلصه دي رهيبه اهي. عين جمل مطحون ناعم، معلقه دقيق، معلقه زيت صغيره، ومعلقه زبده صغيره. طب لو مش بتعمله دايت حط زبده كتير، بقلب جامد مفيش مشكله. ننزل بشويه حليب، اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي، بس تقليبه سريعه كده تاخد القوام. ننزل بيها على طول على وش البروكلي. ممكن تحط شويه روزماري، حط روزماري، تحط ممكن كمان ريحان اخضر لطيف يبقى حلو. حبق لطيف حلو مفيش مشكله. هسيبه ياخد غلوه على النار على ما نطلع على الفرن. اللهم صل على النبي، توسع الدنيا كده. معايا طاجن فريك كده نحطه هنا. اللهم صل على النبي، نشيل ده كده. يلا وسع للفريك، وصل اهو. طعم اهو. خلي بالك اوعى تحط ملح، لانك حاطه ملح مع عسل البروكلي، اوعى الملح يخدك هنا. القوام ده ممكن تحط جبنه لو مش عايزاها دايت يعني. اي نوع جبنه، شيدر ماشي، موزاريلا ماشي، جبنه مطبوخه ماشي، اذا عايزاها بصلصه الجبنه واللوز. بس انا حابب اللوز بس علشان يبقى طعم اللوز هنا يتفوق الايه كل الاطعمه. يلا شويه ملح صغيرين كده، شويه فلفل صغيرين كده، سنه بابريكا صغيره كده. دي على فين يا شيف؟ على وش البروكلي. اللهم صل على النبي. نشيلها من النار. بعد ما تشيلها من النار بنحط عصره ليمون يا مي. يلا قول معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، فرسان التلفزيون المصري. صلصه البرونزيه، صلصه الجوز، صلصه عين الجبل تتناغم مع البروكلي. عينيا. حاضر عينيا. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، تاكل صوابعك ورا. اللهم صل على النبي. تعالوا نطلع في الفرن بسرعه. ايه الاخبار؟ الكرامبل. اوبا يلا. كرامبل الفراوله. حاجه لطيفه جميله كده. مكانها هنا، مكانها هنا. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نعمل اكل صحي بيرضي كل افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير. عملنا صينيه بروكلي لطيفه حلوه مع صلصه عين الجمل، وشفنا التكنيك العالي لعمل الصلصه وكمان سلق البروكلي. عملنا كمان شوربه لطيفه انا شخصيا بحبها للمزازه والحموضه اللي موجوده في الزبادي مع النشويات بتاعه الرز والكربوهيدرات، مفيده جدا للرياضيين. عملنا طاجن بقى هو ملك السفره، طاجن الفريك بالفراخ. مش هيتعامل مع الحمام بعد كده، هو بيعشق الفراخ، شايفينه على الشاشه هو سيد الشاشه. الكرامبل بتاعنا بتاع الفراوله للامانه وللمصداقيه اللي حضراتكم متعودين عليها دايما على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري، ده كمان عايز 10 دقائق في الفرن. عشان اللي بيتابعني دلوقتي هنخلص الحلقه عشان ناكله، هيخش الفرن يقعد 10 دقائق حتى نحصل على الشكل البرونزي للشكل الخارجي للكرامبل، وده يتعمل في عيد الحب لطيف وجميل وغير مكلف. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.